আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি উস্তায়দ মাহমুদ আচ্ছা একটু বলেন তো ফজরের সালাতের সময় আপনাকে কে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে আমাকে কিন্তু আমার বাবা ডেকে দেন তাই খুব সহজেই ফজরের সালাত পড়তে পারি চলুন আজকে আমরা ফজরের সালাত নিয়ে বাবা মায়ের মাঝে একটা আলাপ শুনব আরবিতে চলুন এটা ফজরের আজান هذا أذان الفجر. الله أكبر الله أكبر. الله شبت مهان الله شبت مهان. خليبي لي ركوتاي ما بولت. سعد في الحمام يتوضأ سعد قش الكنائس كورتي سعد في الحمام يتوضأ و أين سعيد و أي سعيد كوتاي و أين سعيد سعيد رومي كوران باكورتي سعيد في الغرفة يقرأ القرآن سعيد رومي كوران باكورتي سعيد في الغرفة يقرأ القرآن سعيدة Saida. وأين وا سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي سعيدة Saida. الجاي Saida. Saida. سعيدة Saida. الجاي Saida. Saida. سعيدة في المصلى تصلي أتا سعد كوتي أين المعطف يا سعد؟ سعد كوتي كوتاي. أين المعطف يا سعد؟ ايتو بابا شيكوت. هذا هو المعطف يا والدي. هذا هو المعطف. ايتو شيكوت يا والدي. هي بابا. سعيد شخشماتا كوتاي. وأين النظارة يا سعيد سعيد جشمة هاي وأين النظارة يا سعيد إيدو بابا جشمة هذه هي النظارة يا والدي هذه هي النظارة يا والدي جلو مسجد جاي هيا بنا إلى المسجد هيا بنا চলো কি বাবা যখন ডেকে দেবেন তখন যেন আরবিতেই ডেকে দেন আসসালামু আলাইকুম